ما يعني أبرز ما يتم نقاشه الآن في هذا الاجتماع الذي هو موجود الآن عمليا، ما يتعلق كل ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والحرب الدائرة هناك والانعكاسات لهذه الحرب الدائرة هناك على تركيا، ثم ما سيحمله إردوغان في جعبته خلال توجهه بعد ساعات من الآن هذه الليلة عمليا إلى بروكسل من أجل المشاركة في قمة قادة حلف الناتو هناك. وبالتالي الانعكاسات لهذه الحرب متعددة وكثيرة، وما يتم نقاشه الآن هو يعني بعدة محاور كلها تتعلق بالأزمة الأوكرانية. أولا محاولات الوساطة أو مساعي الوساطة التركية في هذه الحرب، ثانيا العلاقات التركية الروسية من جهة والتركية الأوكرانية من جهة ثانية. الآن تركيا أو أنقرة تقف في وضع حساس جدا في هذه المعادلة القائمة حاليا، وهي لا تريد أن تخسر علاقاتها مع أي طرف من الأطراف، لا سيما الطرف الروسي الذي وجه إليه مسؤولون أتراك انتقادات حادة في الأيام الماضية بسبب هذه الحرب الدائرة في أوكرانيا. ثانيا يعني الجهود الدبلوماسية الكثيفة التي تقوم بها تركيا في هذه الظروف وتنسيق هذه الجهود مع الأطراف الدولية الفاعلة والمهتمة في هذا الملف عمليا، الاتحاد الأوروبي، الحلف الناتو، والإدارة الأمريكية وغيرها من الأطراف معنية تماما في هذه المعادلة وفي هذه الوساطة التركية. وبالتالي تركيز وجهة النظر التركية في هذه المعادلة القائمة والأطروحات التي ستقدم من قبل إردوغان إلى قادة حلف الناتو وإلى الطرفين الروسي والأوكراني للخروج بأقل الخسائر على أقل تقدير، ليس اجتماعا واحدا. هذا الاجتماع في يناقش أوروبا الأضرار الاقتصادية، هناك اجتماعات ثلاث، اجتماعات الثلاثة متعلقة بقادة الاتحاد الأوروبي، مجموعة السبع، وأيضا القمة الاستثنائية لقادة حلف الناتو. ما الذي يحمله أردوغان في جعبته هذه المرة من مواقف جديدة لجولته الأوروبية التي سيقوم بها والمشاركة في هذه الاجتماعات من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا؟ حازم، ما تريده أنقرة الآن من حلف الناتو على وجه التحديد هو اتخاذ خطوات عملية، وهو المطلب الذي يريده الجانب الرسمي التركي بشكل حثيث. وحتى قبل أن تبدأ هذه الحرب وعند بدايتها تحدث إردوغان صراحة عن هذا الأمر، منتقدا الاكتفاء بالتصريحات فقط من قادة حلف الناتو، وداعيا إلى اتخاذ خطوات عملية فعلية على الأرض في أوكرانيا أو في محيط أوكرانيا من أجل الرد على هذه الحرب الروسية وهذه العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا. وبالتالي هذا أحد المحاور التي سيتحدث بها إردوغان. ثانيا سيتحدث عن تعزيز الأمن في المناطق الشرقية من حلف الناتو. عندما نتحدث عن شرق حلف الناتو نتحدث عن تركيا بشكل رئيس التي لها حدود شمالا مع البحر الأسود الذي يربطها مع روسيا وأوكرانيا وغيره من الدول، وجنوبا مع يعني منطقة الشرق الأوسط وغيره من المناطق التي تصنف أنها خطرة، ويعني شرقا إلى آسيا. وبالتالي يعني هناك مطالب تركية في هذا الأمر، وتعزيز الإجراءات الأمنية في تركيا من قبل حلف الناتو هي يعني هي قضايا مهمة جدا. من قادة حلف الناتو، من قادة الاتحاد الأوروبي، ما تريده أنقرة يتعلق بالتسريع بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على غرار الخطوات المتسارعة المتعلقة بانضمام أوكرانيا حاليا إلى الاتحاد. الجانب الرسمي التركي بات يتحدث عن ازدواجية معايير بين قوسين في التعامل مع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في هذا الأمر، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأضرار الاقتصادية الناجمة سواء يعني المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن هذه الحرب والأزمة، وضرورة تعاون كل هذه الأطراف في هذه الاجتماعات الثلاث مع تركيا من أجل لعب دور الوساطة أولا ودعمها في هذا الأمر وتفادي المخاطر سواء الأمنية والعسكرية أو حتى الأمنية والاقتصادية على المستويين المتوسط والبعيد.